لو الحكايه فيها ان فيتو اي حاجه زي اللي توفوا في بورسعيد، ما في ناس توفت وهم صغيرين جدا. لا ده غير ال... اه كل حاجه بقى اللي حاجه دي ما ده حاجات غريبه جدا يعني. هي تقاليع طبعا شبابيه جديده ما كانتش بتحصل ايامنا يعني. احنا كان بيجي لنا في المباريات اقل مباراه كان بيجي لنا فيها مباراه جمهور 70 و80 و100 الف في كل مباراه. كل مباراه مباريات ممكن تقول لا دي مش فرقه كبيره عادي خالص يعني، الموضوع عادي خالص. الامور اختلفت من بعد 2006. 2006 دي كانت رائعه بصراحه. المنتخب كانت رائعه. كان زياره الالتراس من 2007 لا يعني بعد 2006 ما انا بقول لك بعد 2006 2006 كان في عائلات بتروح تقعد في المدرجات بتلاقي الاب والام والولاد قاعدين بيتفرجوا والبنات رايحين مفيش مشاكل. طب ايه اللي حصل بعد كده يعني؟ ايه انا كابتن برضه للامانه من 2007 ل 2010 كانت بدايه رائعه للالتراس. ايه اللي غير؟ ما احنا مش عارفين بقى يعني. هي ماشي انت شجع وعين بس ما تاذيش اللي جنبك يعني. عايز تعمل كل اللي انت اعمل اي حاجه انت عايزها بس ما تاذيش حد هو ما مش عايز يتاذي يعني. بس ما عندهم الكتير من الكبيات ومحتاجين حد يكون في بعض السلبيات. ما هو انت خد بالك برضو لان كل واحد فيهم ليه دماغه ومدين. انت مش هتقدر تقود المدرج كله يعني. لان انا اللي اعرفه ما اعرفش ان في هي مجموعات بتبقى جوه بعض مش كده، مش مجموعه واحده للكل. فانت مش هتقدر واحد تيجي تقول له اعمل كذا يقول لك انت مالك انا عاوز اعمل مش واحد يعني. لا مفيش مشكله. طبعا طبعا. طب نرجع للفريق الاول، شيكابالا شايف مع عوده شيكابالا ولا انا مع شايف هيبقى افاده للفرقه الموسم اللي جاي؟ انا مع عوده شيكابالا لكن بشروط. الشروط اهم حاجه فيها الالتزام داخل وخارج الملعب، دي مهم جدا يعني. مصلحه النادي تبقى اعلى من مصلحته هو الشخصيه، دي مهم طبعا. الموضوع الالتزام اللي بقول لك عليه داخل وخارج الملعب لان هو عليه علامات كتير جدا. شايف ممكن يختزل داخل وخارج الملعب يعني؟ في امل ان يختزل؟ لا هو دايما في امل في اي حاجه، مفيش حاجه مفيش كلام. وموضوع ان انت ربنا لو وفقك ان شاء الله وكسبت الدوري دي هتبقى عامل يعني اكبر ان هو لازم يكون ملتزم لان انت احنا خدنا الدوري انت مش موجود بالظبط. انت قعدت 10 سنين ما جبتش حاجه للنادي بالظبط. فهي الناس دي التزمت، اللعيبه اللي موجوده دي لعيبه رجاله فعلا ملتزم عايزه تعمل حاجه لناديها ولنفسها لان ده اسم يعني. هيقول لك انا خدت الدوري مع نادي الزمالك دي حاجه كويسه جدا. فانت شيكابالا لو عايز ترجع يبقى لازم تبقى كده، ولازم نادي الزمالك يبقى واضع بنود في عقده معاه بموضوع الالتزام ده. لو هو مش ملتزم يبقى في جزاءات كبيره جدا وتطبق. من الناحيه الماديه كمان شيكابالا كان بياخد 8 مليون، انت اعلى لاعب في الفرقه الوقت. طب انت تخيل، طب انت عايز ايه تاني؟ ده في حد ذاته ممكن يوظف كده؟ لا ما هو لا مش هيبقى كده اكيد يعني. يعني الموضوع ما هيبقاش كده. لكن انا كنت عاوز اقول له برضه، طب انت بتاخد المبالغ ربنا موفقك مدي لك موهبه مدي لك حب جمهور مدي لك حب زمايلك وانت مش عايز تبقى كده، طب ايه؟ علامات استفهام كتير جدا. يعني ربنا وفقك ورحت مثلا سافرت ومش هقول يعني رحت نادي الوصل في الامارات، نادي محترم جدا اتعاملوا معاك قمه في الاحترام، الجمهور هناك كان بيحبك جدا، لكن برضه عدم التزامك خارج الملعب خلى الامور تبقى مش كويس ومشوك. رحت سبورتنج لشبونه يعني نادي بتاع احسن لاعب في العالم، مش عايز ما بتلعبش مش بتحاول ان انت تجتهد عشان تلعب، فدي مشكله كبيره جدا. شيكابالا عنده كام سنه دلوقتي؟ شيكابالا 30 29 يعني. انت بعدين في مجموعه لاعبين داخل الملعب بينفذوا، لو انت مش هتنفذ مش هتلعب، لازم تبقى عارف كده يعني. مش موضوع ان انت شيكابالا موجود يبقى لازم هتلعب والناس، وانا نفسي تبقى اول واحد موجود في الملعب، بس لازم تبقى جوه الملعب وانت جدير ان انت تبقى جوه الملعب في خدمه النادي. وبعدين الفريق دلوقتي بقى فريق جماعي مش فريق اللاعب الواحد، برضه لازم يبقى عارف كده يعني. مش زي فتره من الفترات ان اي فرقه تلعب قدام الزمالك طب امسكوا شيكابالا خلاص شكرا. دلوقتي لا، انت عندك دلوقتي حلول كتير جدا جوه الملعب يعني. في ممكن من اي جانب او اي طرف من الملعب بتقدر تشغل براحتك خالص خالص يعني. فعندك حلول لان اللعب جماعي مش فردي. بس مين اللاعب اللي تتمنى انه يجي الزمالك؟ ان يجي الزمالك؟ سواء من الاهلي او من اي فرقه ثانيه. لا هو اقول لك اللعيبه المميزه اللي بتلفت نظري بصراحه وان شاء الله هيبقى ليهم مستقبل كبير، رمضان صبحي من اللعيبه المميزه جدا. اعتقد ان هو هيبقى من نجوم مصر الفتره اللي جايه، لكن هو عايز محتاج توجيه كويس
علشان هيبقى نجم فلازم يتعامل مع النجوميه بشكل كويس عشان تقدر تحافظ عليه. يعني كلاعب في السن صغير هتلاقي فيه حواليه حاجات كتير جدا لازم حد خارج الملعب يبتدي يوجهه صح. مش بيته لا، من المجال الرياضي يقدر يوجهه صح عشان يتعامل مع النجوميه اللي هيبقى فيها بشكل كويس. طب احسن لاعب دلوقتي احنا موجود حاليا في الدوري؟ انا شايف ان ايمن حفني من اللعيبه المميزه جدا. الموسم ده ادى موسم كويس. باسم مرسي ادى موسم كويس جدا. حازم امام برضو من اللاعبين المميزين. عمر جابر على فترات لما بيلعبش بشكل منتظم، لكن الناس اللي انا بقولهم دول نسبه كبيره بيلعبوا بشكل منتظم. رايك في كوبر؟ كوبر مين؟ كوبر طبعا. ده هتقدر تحكم عليه دلوقتي؟ هو عمل ايه؟ طيب لعب قد ايه؟ صعب احكم عليه دلوقتي. مستحيل. طب اللي بيلعب بطريقه ايه؟ محدش يعرف. قول لي. ده بيلعب 4-2. عملها امتى دي؟ ماتش تتغير. شوف انت قعدت تبص اتخذت شويه، ما انت مش هتعرف ترد. ما هو لعبش كذا ماتش. يعني هو لغايه دلوقتي محطوط في موقف رهيب جدا ان هو ما لعبش الا مباراه وديه واحده، وكانت مش باللعيبه اللي لعب بالاساسيين. ولعب المباراه دي ما تقدرش تحكم على مستواه خالص. يعني هو بس تحكم على السياسه الكابتن في اختيار اللعيبه برضه يعني عليه. يعني مش مقتنع انا بيها شويه، لان هو مش مقتنع بيها. مش عاوز برضو موضوع الالوان تدخل في اختيارات المدير الفني للمنتخب. انا شايف دي ميزه عنده ان هو ما اختارش بالالوان. دليل من فتره ومن فترات ما اختارش الالوان واحد الاهلي. ما هي ده مش شرط. هو بس ممكن تكون كده للنادي الاهلي في الفتره دي كان الكيرف بتاعه مش كويس، ومجموعه لاعبين مصابين كتير جدا. يعني كل المصابين اللي كانوا موجودين دول لو موجودين كانوا مصابين في الوقت ده كانوا هينضموا للمنتخب. فهي مش عشان كده. لكن انا في الفتره اللي جايه كمان يبعد عن موضوع الالوان. يعني اللي هو محتاجه بس، لان خد بالك مدرب المنتخب غير النادي. مدرب المنتخب عنده مساحه اختيار واسعه جدا. لكن انت النادي عندك 25 30 وبال عندك منهم 6 زعلانين وخمسه مصابين، فانت يعني مجموعه. لكن المنتخب عندك لعيبه مصر كلها، ده الممتاز والممتاز بيه ودرجه ثالثه ورابعه زي ما انت عايز بقى، وناشئين منتخب اولمبي ومنتخب ناشئين. فعندك اختيارات كتير جدا. ما تحطش عينيك على حاجه علشان تخلص. يعني هو ده اللي انتوا بتقولوا عليه كويسين انا خدتهم. لا، يبقى لازم تختار صح في الاستفاده بتاعتك. فاعتقد ان هو بس انا شايف ان هو مدرب مش وحش، مدرب كويس. السي في بتاعه طبعا قوي جدا، بس لازم ياخد فرصه وفتره مع اللاعبين عشان يقدر يبان شغله ازاي بالظبط. يعني والظروف صعبه حواليه جدا. الظروف صعبه. هو مشكلته هو ان بيقابل ان الدوري المصري لازم يبقى منتظم ولازم ينتهي في توقيت معين، عشان طبعا عارفين موضوع القيد والمش قيد. يعني كارثيه طبعا. انت عارف ان احنا بني الدوله الوحيده اللي في العالم لسه بتلعب لغايه دلوقتي. يعني وهيخش الموسم في الثانية. بس على فكره احنا زمان كنا ساعات بين الموسمين بينضموا في بعض، وكانت بتبقى احسن مواسم دي افريقيا بس ولا الدوري. لا والله كنا بنلعب بالدوريات بتخش في بعض. بس هو صح مش صح؟ طبعا هو لازم. ما هو اللاعب ده بني ادم، فلازم على الاقل انت بتريحه. انت بره في اوروبا في شهر راحه دم، شهر ما يتفرجش على الكوره. لا هي شهر، في اسبوعين راحه سلبيه وفي راحه ايجابيه. الراحه الايجابيه دي يقول لك ايه؟ انزل بقى، روح على البحر كده، عوم والعب تنس والعب مش عارف ايه. دي راحه ايجابيه اسمها. يعني استمتع بس لازم تعمل رياضه، ما يعني ما تريحش. وبيدوا للاعب نظام غذائي لمده شهر. ما فيش حاجه اسمها كده. بس انت في اسبوعين اعمل اي حاجه بعيد عن الرياضه خالص، ما تعملش رياضه خالص. والاسبوعين التانيين بتتعامل مع الرياضه بشكل فيه فن كده شويه ومع النظام الغذائي. لكن احنا ما عندناش. احنا عندنا اول ما تبطل هتلاقي المحاشي بقى موجوده واضرب الاكل وبتاع. هتلاقي والله اللاعب يروح جاي يروح عامل كده ببطنه بقى وكده، عايز بقى يخس يعاني بقى لسه فتره الاداء. فالموضوع يعني مختلف. فادي فرصه بقى للناس دي تقدر تعمل الكلام ده. اتحاد الكره طبعا زي ما انت شايف يعني الدنيا ماشيه على الهوا، يعني براحتهم خالص. يعني احنا كنا في الموضوع بتاع 95 اللي اتلغى دوت، انا مش فاهمه بصراحه خالص. يعني اتلغى الموضوع، هم قالوا 95 هيتلغي بس عشان احنا ايه شو قلنا كده؟ طب هنطلع خمسه للفريق الاول وخمسه يبقى مع ال 96، يعني 10 لعيبه. طب وال 10 لعيبه الثانيه؟ طب ما انت خليت الموسم ده كمل بيه ال 95 الموسم ده، وقول يا جماعه السنه الجايه احنا هنلغي 95.
مش تيجي النهارده تقول احنا خلاص احنا هنلغي. طب انت قضيت على جيل كامل، ده قضيت على جيل. يعني الولاد اللي موجودين دول بقالهم 10 سنين في الانديه بتاعتهم بيلعب، ان هو عنده 10 سنين مثلا بيلعب بيعمل يحلم انه هيلعب في الفريق الاول، ومره واحده يقول لك لا لا احنا خلاص لغينا الفرقه بتاعتكم يلا روحوا. ايه ده يعني برضو مش منطقيه ابدا. هم دلوقتي بيحاولوا على فكره ان يرجعوا، فرجعوا اللي هي الخمسه والخمسه دي، وال10 دول بقى يعني هيعملوا معاهم اي حاجه. طب يا كابتن ذكريات حضرتك في رمضان ابرز مثلا ذكريات في ماتش كوره مثلا مع الزمالك؟ هو انا دايما بقولها دي، موضوع الفطار والصيام في المباريات دي كان صعبه جدا زمان. يعني كابتن فاروق جعفر كان دايما من الناس اللي بتحب اللعيبه تفطر يعني، فكان في المشاكل دايما بيننا وبينه، ان وهو كان مساعد مدرب يعني، فكان دايما بيطلب مني ان انا افطر. انا ما بفطرش، انا لا لا الحمد لله خالص. فهو يجي يقول لي لازم لو مش هتفطر مش هتاكل، بقول له خلاص براحتك ما تلعبنيش يعني، مش مشكله عندي خالص يعني. فبلعب يعني، كنت بلعب، وفي الماتشات اللي انا كنت بصايم فيها كنت بلعب كويس جدا، وساعات كنت بجيب اجوان واكسب الفرقه وكل حاجه. لكن هو كان دي عادته. حتى في مره من المرات طلب مني كده، وبعدين مستر ديف ماكاي ما وافقش، ولعبت الماتش وكسبت الفرقه، كسبنا 1-0. المباراه اللي بعدها جه طلب مني ومن عصام مرعي ورضا عبد العال وحسين عبد اللطيف، احنا الاربعه لازم نفطر. فقلت له انا مش هفطر. فقال لي طب بص ما تقولهمش ان انت مش هتفطر. فقلت له طيب براحتك يعني، انا كده انا في غرفتي بتصحر بيطلع بيقول لنا بالليل يعني. فقلت له انا مش هقول لحد، لو حد جه سالني هقول له ان انا صايم، انا صايم هكذب. فالمهم تاني يوم ففي ناس هتنزل عشان تتغدى، فكان معايا لاعب في الغرفه، فبيقول لي كان رضا عبد العال، فبيقول لي اشرف يلا هننزل عشان الميعاد غدا. قلت له لا يا ابني انا صايم. قال لي يعني ايه صايم؟ ده كابتن فاروق جعفر اتفق معانا امبارح بالليل، انا وعصام وكانوا هم قاعدين مع بعض يعني احنا هنفطر. قلت له لا انا مش هفطر. قال لي ازاي؟ المهم يعني عمل مشكله، راح رايح هو وحسين وعصام عشان يقولوا له احنا مش هنفطر. قال لهم لو ما فطرتوش مش هتلعبوا، وما لعبوش الماتش وتوقفوا، وخسرنا الماتش ده 2-1. بعدها بقى مستر ديف ماكاي قال له ما فيش حاجه، مالكش علاقه بالموضوع دوت، واللي عايز يصوم يصوم واللي عايز يفطر يفطر. فدي هي دي مشكله يعني، موضوع الفطار والصيام دي حاجه بتاعتك انت، دي بينك وبين ربنا. لو انت فعلا مش قادر ده موضوع تاني. احنا كنا بنلعب الساعه 3 الا ربع الظهر يعني او 2:30، فالموضوع كان بيبقى صعب. بس يعني انا بيني وبينك مش عاوز يعني هقف قدام ربنا اقول انا كنت فطرت عشان كنت بلعب ماتش. ما هو ربنا هيسالني ده اليوم ده ما بيتعوضش. لا طب لو انا تعبان فعلا هفطر، لكن انا ماشي ابقى تعبان بس هو ربنا بيقول واحد وخلاص يعني. بس في العيد كابتن ده بتقضيه ازاي؟ لا هو الاداء بتاعك كامل اول اداء وانا صغير خالص. لا بس ما تكتبهاش. لا لا دي مهمه دي مهمه بس ما تنزلهاش دي مهمه. لا بس لا بجد بس محاوله بس ما تنزلهاش. لا ماشي اتفاق ماشي خلاص يا كابتن. طيب هو انا كانت جدتي كان عندها صندوق كده كبير، فبيحطوا كانوا زمان بيحطوا فيه جنيهات ذهب، فكنا احنا الولاد الصغيرين بنخش عندها، فبعد ما بنصلي العيد فبنروح، فبتقول كل واحد يحط ايده في الصندوق ياخد الجنيهات بتاع على قد ايدك يعني العيديه بتاعت. فكنا بس من النبي ما تكتبهاش ولا تقولي فبنخش الصندوق عارف الصناديق بتاعت التريجر اللي هو الكنوز بتاعت زمان سندباد وبتاع، فشكله فاحنا كنا انا كنت اكبر واحد في احفادهم يعني، فكنت بخش بقى اروح اخد شويه الجنيهات الذهب دول واروح طالع. فاول حد يقابلني مين؟ ماما طبعا الله يرحمها بقى. ايه خد فكون واخد حبه قد كده فتدوه ياخدوهم هم ويدونا احنا بقى اللي هي 10 جنيه 20 جنيه كده كل يوم. فيعني اول اللي انا اتذكرها بصراحه كانت جدتي الله يرحمها، كانت دايما كل عيد اذا كان صغير او كبير نخش نروح واخدين كده الكبشه الجنات ده. مش هنتكلم بقى لا بلاش والنب مش هنقول لا يعني. لكن والدي يعني من الناس اللي هم كانوا يقول لي شوف انت عايز تخش خد ايه يعني، احنا دايما عندنا في بيوتنا من حاجتنا كلها قدام بعض يعني، فيقول لي شوف انت عايز تاخد ايه، بقول له لا ما ينفعش. كنت انا دايما بحب الفلوس الجديده، فكان هو دايما بيجيب لنا ما بحبش اللي هي العشرة والخمسة، انا احب الجنيهات عشان يبقوا كتير قوي،
فتحب تحس ان انت ماسك ايه مبلغ يعني حاجه وكانوا بيخلصوا على طول ما بعرفش ليه. كانت اهم حاجه طبعا زمان في العيد البومب ده اللي احنا كنا بنجيبه، كانت حاجات زمان دي كانت لذيذه جدا من غير ما كنا بنأذي بعض. ما اعرفش دلوقتي الدنيا بقت فيها اذيه كتير ليه، مش عارف كده. ما وقت العيد السنه الجايه في البيت برضو الاعياد دلوقتي غير زمان. انت لما بتخرج في اي حته بتلاقي الدنيا زحمه جدا جدا. وهو دايما من الواحد بعد ما طبعا ما اتجوز وكده. انا على فكره كان عيد جوازي من 3 ايام. صح. تقول كده كام بقى؟ كام انا؟ تقول كده بقالي كام سنه مخطوف؟ طب يا بابا انا لا يا راجل لا، انا بقالي 25 سنه. بسم الله. كفايه كده بقى، انا بقول لها بقى شكرا. ممكن حضرتك تخرج كده؟ لا شكرا كفايه. لا يا ربنا يخليها لي يعني حاجه جميله. وزي ما ربنا بيقول للطيبون للطيبات الحمد لله. متهيألي انا طيب يعني، فهي طيبه هي استحملتنا كلنا، اتعذبت معانا. بس فالعيد جميل جدا. بس هو طبعا البيت هو اول يوم بالذات بيبقى في البيت. لو الاولاد بيحبوا يخرجوا في حته طبعا بنحاول ان احنا نخرج. الاكلات اللي بتبقى على السفر في العيد؟ لا هو اول حاجه في العيد متهيألي كل الناس اللي هو الكحك واللي هي اسمها ايه والبتفور والحاجات اللي البس بتاع العيد ده بيبقى جميل جدا. انا بعشقه يعني مع كوبات الشاي ولبن. دي متهيألي كل مصر بتعمل كده بعد ما بترجع من الصلاه متهيألي يعني، عشان كله طبعا ايه فرحان جدا ان هو بيفطر بقى، عايز يفطر وخلاص يعني. المهم الواحد يفطر وخلاص. وكل سنه وانتم طيبين. اخيرا بقى ليه دايما ماتشات الزمالك اللي بتبقى في العيد دايما بيخسر الزمالك؟ هو الماتش ده ماتش الزمالك كلها هيبقى في العيد ولا ايه؟ لا لا معظم ماتشات الزمالك بتبقى في العيد. او لو تفتكر كمان موقف ماتشات الزمالك. لا انا يعني مش فاكر ان احنا لعبنا مباراه في العيد بصراحه، مش فاكر قوي. لكن على فكره مباراه اللي هي دايما اللي هي بتبقى في السوق يقول لك مش عارف ايه ده الاهلي صيف الزمالك صيف الحاجات دي كانت بتبقى موجوده دايما يعني، بترتبط بتوقيت معين. لكن انا مش متذكر، انت فكرني لو انت فاكر مباراه في العيد. لا ما لا اي في الفريق ده اخر 10 سنين دي الزمالك. انا انت فاكر؟ انا مش فاكر. مش فاكرين مش فاكرين احنا رجعنا بتاع 2 اهلاوي ولا ايه؟ انا زملكاوي. طب امال ايه؟ طيب رجعت متعكن مخصوص. لا بص، لا طب بص اقول لك على حاجه. مباريات الزمالك في الفتره دي انت كان بيبقى عندك امل كبير جدا، لان مجموعه اللعيبه اللي موجوده ما تخسرش اي بطوله. احنا كنا احنا اللي بنخسر مش الفرقه الثانيه اللي بتكسب يعني. احنا لما في مباريات، انت فاكر مباراه الزمالك والاهلي 4-3؟ الزمالك كان مستواه عامل ازاي؟ مستواه كان غير طبيعي. بس انت يعني تكسب وبعدين يتعادلوا، تكسب ويتعادلوا، تكسب يعني. المباراه دي انا بفتكرها من احسن المباريات اللي الزمالك عملها، لكن لسوء حظ غير عادي غير طبيعي. وماتش 3-3 برضه يعني حاجات غريبه كده بتحصل. يمكن ربنا يعني تعبنا شويه عشان يريحنا بعد كده. معلش 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 احنا في شهر برضه، يمكن ان شاء الله ربنا يكرمنا في رمضان وناخد الدوري واحنا في رمضان باذن الله. ودخول العيد برضه احنا، لان مباراه الاهلي والزمالك امتى؟ 17 امتى؟ 17/7 ولا 21؟ لا 21 في العيد. لا في العيد؟ في العيد؟ العيد 16. لا العيد 17. لا العيد 17. العيد 17. يعني تعتبر في العيد يعني. يعني ان شاء الله. انت مش مرتاح؟ مش مرتاح ولا ايه؟ انت مش مرتاح ولا ايه؟ انت بتقولها بس مش مرتاح؟ لا لا ان شاء الله. لا الفرقة كويسة جدا بصراحة. حتى لو الزمالك والاهلي اتعادلوا الماتش ده اوكي، لان الاهلي ابتدى يبقى مستواه كويس. الاهلي بقى له ماتشين ثالث ماتش امبارح عامل ماتشات كويسه، عامل شكل كويس، لعيبته ابتدوا يرجعوا يبقوا كويسين. ودي حاجه كويسه ان الاهلي والزمالك يبقوا عندهم لعيبه كويسه برضو. انت عارف المنافسه دي بتبقى جميله. هو طبعا لحسن حظنا احنا وسوء حظ النادي الاهلي ان في الدور الاول النادي الاهلي طبعا المعاناه اللي كان مع جريدو دي مابقاش مبرر ان الكابتن فتحي مكروه بالكره الجميله اللي الاهلي قدمها ده. يقعد ممكن يقعد ليله؟ لا لا مش هيكمل. بص هو دي على حسب الاتفاق من البدايه قبل ما يجي ان هو موجود او مش موجود. وبرده اعتقد ان الكابتن فتحي مش فارق معاه الموضوع ده قوي يعني. لا مش فارق. الحاجه الثانيه هو لو جاب واحد زي جريدو ثاني يبقى اصرف يعني. ما
كان ثالث ايوه يبقى كويس. زمان ما انا بقول لك هو لو جاب واحد زي جريت ثاني يبقى اصغر، بس هم بتهيألي هيجيبوا مدرب كويس. طبعا خد بالك الحاجات دي بتعلم يعني في اختياراتك، بتختار صح، مش موضوع ان السي في بس. السي في بيفرق كتير جدا في الانديه، لكن طريقه تعاملك مع اللاعبين. يعني جريدو ممكن يكون مدرب كويس، ممكن يكون مدرب كويس، لكن هو ما عرفش يتعامل مع اللعيبه. الحاجه الثانيه هو ما بيعرفش يوظف اللعيبه في الملعب، كانت تغييراته كتير جدا، ما فيش استقرار في الفرقه، اسلوبه في الملعب مش ماشي مع امكانيات لعيبته. فالحاجات دي كلها لو هو مش فاهمها يبقى لازم يبقى بعيد من بدري. يعني هم تاخروا من اسلوب تتفرج تحس اللعيبه مش عايزاه. انا شفته كذا مره بره الملعب، حسيت ان هو هو مش عايز، هو بيسمع دماغه بس، مش عايز يسمع من حد معاه. فهو المفروض انا معايا مساعدين، المساعدين دول ما هو اسمه ايه، مساعد، فهو بيساعدني في ان انا القرار اللي باخده صح، وهو لازم يقول لي رايه رايه انا باخد بيه بستشيره ممكن اخد بيه او لا، لكن لازم ممكن لو مره اتنين تلاته طب اجرب اللي هو بيقوله ممكن يطلع صح، ما هو موجود عشان يساعدني. فهو كان بيتكلم من دماغه بس، فدي مشكله كبيره جدا كانت بتقابله. توظيفه بقى لعيبته في الفرقه طبعا كان سيء جدا، اللعيبه ما كانتش متقبله زي ما حضرتك بتقول في الملعب وبره الملعب، لان تعامله كان قوي شويه معاهم. وبرضو انا مش مع موضوع ان المدرب الاجنبي ملوش علاقه بالناحيه النفسيه للاعب، لا ما فيش حاجه اسمها كده، ما فيش اي بني ادم كده. ما انا لازم انا اعرف البني ادم اللي معايا دوت النفسيه، يفرض عندي مشاكل خارج الملعب بحاول ان انا او اتواصل معاك اقدر احلها لك، عشان انت في الاول وفي الاخر انت اللي هتفيدني جوه الملعب. كابتن اشرف شرفتنا، ربنا يخليك. انت طيب، شايف مين اللي ممكن يبقى خليفه كابتن اشرف؟ في ولا بص اقول لك على حاجه، ما فيش حاجه اسمها خليفه فلان، وان كل واحد بيبقى ليه اسلوب لعب، يعني كل واحد ليه اسلوب لعب في الملعب. يعني مثلا اللي بيلعب في مكاني دلوقتي مثلا محمد كوفي وعلي جابر هم بعيدين تماما عن طريقه لعب، او عن طريقة لعب مثلا كابتن ابراهيم يوسف، او طريقة لعب اللي قبليهم مثلا اذا كان محمود فتح الله. كل واحد ليه شكل معين في الملعب، وحتى كمان طريقة اللعب والتكتيك بتاع الفرقة بيختلف مع اداء اللاعب ده نفسه. فكل واحد بيبقى زي الممثل مثلا، يقول لك انا المثل، بس انت عمرك ما هتبقى زي انت ده، كل واحد ليه طريقة كلام وتعبيرات وشه وبتاع ده، دي حاجة ودي حاجة تانية. لكن في لعيبه طبعا، كل في لعيبه مميزه جدا في مصر كلها، لكن للاسف احنا عندنا دفاعات مصر كلها دلوقتي عندهم مشاكل كبيره جدا، ان هم بيلعبوا في اوقات كتير جدا على التوقع او على اللعب بالناحيه البدنيه اكتر من الفكر، فدي بتودي في داهيه ودي بتودي في داهيه برضه. شكرا كابتن، تحت امرك كابتن، ربنا يخليك. شرفتك.